اهلا بيكم من جديد في سيف اند دكتور. بصراحه الفتره اللي فاتت ما كانش متواجد معايا في البرنامج تخصص العيون، وابتدى بقى يعني مسجات كتيره قوي تجيلي فين تخصص العيون اللي معاكي، طب مين تخصص العيون اللي انا اثق فيه وان احنا نتكلم عنه الفتره دي، خصوصا ان يعني بقت الخطوه بحساب. يعني انا عشان اخطي خطوه واروح ادفع فلوس وبكل صراحه واعمل عمليه كمان في عينيا او اكشف على عينيا او اي حاجه هعملها فبقت بحساب. فلما عملنا سيرش كده وشفنا مين اللي محقق نجاح الفتره دي، لقينا كده اسم دكتور يعني بيزيد النجاح بتاعه بيزيد. هنا بنعرف ان الدكتور ده مش عامل شو او مش عامل ضجة وخلاص، لا، لان اللي بيبقى عامل ضجة بيظهر شوية وبعدين بيهدى، ولكن اللي نجاحه بيزيد ومستمر هو ده اللي احنا بنحب يكون معانا في 7 دكتورز. عشان كده النهاردة اي كلمة هتتقال هيبقى كلام موثوق منه وكلام على مسؤولياتنا الشخصية، لان احنا عارفين الدكتور اللي موجود معانا وقد ايه الناس بتحبه وقد ايه كمان مسجات جات لي باسمه، وفي كمان يعني بقى بيتشير لي بيبعت لي مسجات بالفيديوهات بتاعته، وهو دكتور بيشوي. دكتور بيشوي النهاردة هيكلمنا عن الجديد في تصحيح الابصار، مين اللي نقدر نعمل له تصحيح ابصار ومين اللي نقول له لا خلي بالك العملية دي مش هتنفع معاك، وبعدين مفيش هزار في العين يعني ما فيهاش هزار. انا اللي انا عارفه ان في عمليات تصحيح ابصار مختلفه، بس اختيار والتشخيص الصح متهيألي هو ده النجاح، مش بس نجاح العمليه اللي انا عملت العمليه ويلا الف مبروك قوم، لا، ان انا اشخص لك ايه اللي ينفع معاك هو ده النجاح. خلينا بقى نعرف النهارده ازاي نخطي خطوه ان انا ما اسيبش نظري، لان احنا عارفين برضو ان انا سايب نظري فهسيبه فتره كبيره فالموضوع هيكبر هدخل في مشاكل، لا، ازاي بقى اخطي الخطوه الصح مع دكتور بيشوي غبريال اخصائي جراحات الشبكيه والجسم الزجاجي واخصائي جراحات المياه البيضاء وتصحيح النظر والليزر. اهلا وسهلا بيك يا دكتور. اهلا ميري، اخبارك مبسوط جدا بوجودي معاكي. ميرسي جدا يا دكتور، واحنا فتشنا عليك كتير وكان الظهور يعني تكون معانا في 7 دكتورز، الظهور ده في ناس كتير قوي متشوقه ليه. ده شرف ليا الحقيقه. ميرسي قوي يا دكتور. خلينا الاول نتكلم على يعني الدكتور اللي بيشخص صح في تصحيح الابصار، اكيد بيبقى عنده مواصفات معينه او هو ماشي بخطه معينه، مين الدكتور اللي انجذب له يروح يعني اقول انا هروح اصحح ابصار عنده؟ بصي، عملية تصحيح الإبصار من العمليات كإجراء البسيطة جدا جدا. الفكرة كلها في القرار بتاعها. أوكي. علشان كده المهم القرار هناخد مين يعمل أنهي عملية ومين هيعمل ومين مش هيعمل أصلا أهم بكتير من أي حاجة تانية. يعني مين مسموح له يعمل العملية ومين العملية ممكن تبقى خطر عليه ومش هتعمل معاه نتيجة؟ طبعا طبعا. فده بيرجع لحاجات كتير. أوكي. أول حاجة خبرة الطبيب نفسه. يعني طبعا مع كل ما بنشوف حالات أكتر وبنعمل حالات أكتر بيتراكم خبرة كبيرة من خلالها بنقدر ناخد قرارات أفضل بكتير. يعني إحنا الحمد لله عملنا آلاف الحالات من تصحيح الإبصار وكلها بنتائج يعني تكاد تكون 100%، نشكر ربنا. وده بيدينا يعني قدرة كبيرة إن إحنا ناخد قرارات سليمة ونساعد ناس كتير قوي. معدل الأمان عندنا أو وأنا باخد القرار ده أهم حاجة. حل. يعني أنا من كل 10 جايين يعملوا تصحيح إبصار أنا بعمل 2 تقريبا. يا ستريكت جدا. دي أمانة عامة، أنا بحس طبعا. إن دي أمانة مع الطبيب اللي هو مش تعالى يلا أعمل لك عملية وخلاص. بنعمل حاجة إلى حد ما رفاهية. يعني أوكي. أنا لابس نظارة مضايقاني، يعني عايز أدلع نفسي. ما ينفعش وأنا جاي أعمل حاجة زي كده آخد ريسك. صح. دي لازم تكون زيرو ريسك. فالعيانين اللي بينطبق عليهم ان هم زيرو ريسك دول قليلين جدا، وهم دول اللي انا بكتفي واعملهم. فأهم حاجة القرار يكون مناسب للمريض. طيب هندخل بقى في الجد شوية. احنا بنسمع عن مسميات كتيرة قوي، اللي زيك الفنتول معرفش ايه الايه الايه ايه. طب انا عايزة المسميات الصحيحة، العمليات الصحيحة، الاسم الصح، وهم كام طريقة، يعني كام طريقة عملية، يعني الليزج العادي احنا عارفين. طيب خليني اجيب لك الموضوع من الاول شوية. ماشي. احنا تصحيح الابصار ده احنا بنعمله ليه؟ اوكي. احنا عندنا 3 انواع من عيوب الابصار. قصر النظر، طول النظر، الاستجماتيزم.
قصر النظر ان المريض ده بيشوف الحاجات القريبه وما بيقدرش يشوف الحاجات البعيده خالص. طول النظر هنعتبر مجازا ان هو العكس، بيشوف البعيد وما بيشوفش القريب. الاستجماتيزم اللي هو عدم انتظام في سطح القرنيه في اكس معين، يعني مريديان معين، ده بيكون مش متوافق مع باقي القرنيه. تمام؟ تمام. دول عيوب الابصار اللي احنا بنعمل لهم اساسا التصحيح. التصحيح برضو هنحطه كده وسط اتنين كاتيجوريز كبار. تصحيح النظر عن طريق الليزر، وده اللي احنا هنتكلم اساسا عنه النهاردة، والطريقة التانية عن طريق زرع العدسات لمن هم ما ينفعش معاهم الليزك. حلو، يعني اللي ينفع معاهم الليزك هنعمل لهم تصحيح ابصار باي طريقه بالليزر. على حسب التشخيص دي لسه بتاعه. هندخل فيها. اللي ما ينفعلوش عن طريق الليزر وعايز زراعه عدسه، هنعمل له زرع عدسه. واحنا دلوقتي بقى في عدسات حديثه جدا جدا نقدر نزرعها من غير ما نشيل عدسه العين الطبيعيه، بنزرعها فوق العدسه الطبيعيه بتاعه العين في السن الصغير كبديل امن تماما لتصحيح النظر. أوكي. للناس اللي ما ينفع لهمش تصحيح نظر. طب هنتطرق للموضوع اكتر. طيب. مين ينفع له تصحيح ابصار ومين ينفع له زراعه العدسات؟ زراعه العدسات احنا مش بنلجا ليها غير لما يكون المريض ما ينفعلوش الليزر. تمام؟ يعني احنا الاصل ان احنا هنعمل ليزر. الا لو هو ما ينفعش فاحنا هنعمل زرع عدسه. مثلا أوكي. عيان عنده ماينس 10 10 درجات، اللي هي الناس اللي كانت بتلبس اللي هو نظارات التخينة قوي. خلينا نتكلم بالبلدي يا دكتور، كعب الكوبايه كده زمان. ده ما ينفعلوش. دي بتضايق قوي على فكره. طبعا دي ما ينفعلوش. لا ده ما ينفعلوش ليزر، لكن ينفع له زراعه عدسات. ينفع له زراعه عدسات. حلو. مين تاني ما كانش ينفع له او الموضوع رخم معاه مضايقه وهنحل الموضوع بزراعه عدسات؟ طيب عيان مثلا عنده ماينس 3 4 درجات بس سمك القرنيه قليل. أوكي. احنا لما بنيجي نعمل الليزك او اي تقنيه من تقنيات التصحيح دي، احنا الفكره كلها ان احنا بنعيد تشكيل سطح القرنيه. يعني القرنيه مثلا محدبه زياده، فاحنا بنقوم واكلين من هنا شويه واكلين من الجنب ده شويه واكلين من الجنب ده شويه، بحيث ان ايه يرجع شكلها تتفرد طبيعي ما تبقاش محدبه بالظبط. بس دي مخروطيه. لا 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 خالص. ما اللي قاعد هيقول كده خالص. انا لا القرنيه المخروطيه ده نو تاتش. ده احنا مش بنلمسه. ده الابسوليوت كونترا انديكيشن، يعني الـ الـ السبب اللي ممنوع نهائي ان احنا نقرب له بعمليه تصحيح نظر بالليزر. حلو قوي. ولكن طب التحديد ده، التحديد ده كان التحدد ده اللي هو عيب الابصار اللي هو سبب ضعف النظر. ده مش معناه ان هو قرنيه مخروطيه. لا مش كل تحدب في القرنيه هو قرنيه احنا مخروطية. جايين نصحح بقى كل حاجه. تمام. اوكي. فاحنا لما بنيجي نعمل الموضوع ده احنا بنشيل بنشيل مثلا من هنا شويه من الجنب ده ومن الجنب ده، بحيث ان احنا نرجع شكل القرنيه لطبيعتها الطبيعيه علشان عيب الابصار ده يتصحح. فلازم سمك القرنيه دي يسمح بان انا اشيل منه. حلو. تمام. لو سمك القرنيه ده اصلا قليل مش هقدر اعمل له حاجه. حلو جدا. هيبقى ريسكي في الحاله دي. هقوم قايل له انت ما ينفعش ليك تصحيح نظر، احنا هنعمل زرع عدسه، او ما ينفعش ليك تصحيح نظر بالليزر، احنا هنعمل زرع عدسه. هايل. ده الحل الانسب ليك. لو رجعت لسؤالك بقى، ايه هي انواع هنرجع تاني بقى ورا. حلو. بالزبط. بس التحديد حلو برضو كويس. يبقى انا كده عرفت ان انا يعني ايا كان المشكله اللي مسببه لي ان انا عندي ضعف نظر فليها حل، سواء كانت بعمليات الليزر او ان انا هزرع عدسات. فانا كده ريحنا ناس كتير، لان في ناس كانت عايشه طول عمرها انا هفضل كده، يعني لان كمان بيبقى في ضعف نظر قوي وراسي. لا مع التقنيات الحديثه والعدسات الجديده والكلام ده اقدر اقول لك ان 95% من الحالات ان ما كانش اكتر نقدر نعملها تصحيح ويقدروا يستغنوا عن النظاره. طيب حلو. طيب نتكلم بقى في المسمى، يعني اسم العمليه. تمام. عشان ده بيفرق قوي معايا. ليه؟ لان في ناس بتتفزلك كده وتقول لك اللي هم الناس اللي بتبيع مش دكاتره. انا بحس ان يعني طيب حدش يزعل مني يا جماعه. هو في طبعا يعني اسماء كده غلط اصلا مش عمليه اصلا للماركت، يعني هي أيوة. درجة، وللأسف هي تسميات مش حقيقية ومش سليمة، بس موجودة والناس كلها بتشوفها. طيب حل. احنا عندنا
ثلاث انواع او اربع انواع اساسيين من تصحيح النظر. عندنا الليزك الكونفنشنال اللي هو التقنيه الاولى. عندنا حاجه اسمها فيمتو ليزك. فيمتو ليزك تمام. أوكي. وعندنا حاجه اسمها فيمتو سمايل وعندنا بي ار كي او الليزك السطحي. بي ار كي طيب تمام ماشي. الليزك والفيمتو ليزك هما دول بس بس ما حدش لا ما فيش بقى اتش دي ولا الترا اتش دي ولا أيوة. ولا الكلام ده كله الكلام ده كله ما فيش حاجه اسمها كده. ضحك على الدقون وانا مش مسؤول. بالظبط. اوكي ده الانواع اللي موجوده والمتعارف عليها في الدنيا كلها. حلو قوي. ليزك فيمتو ليزك فيمتو سمايل بي ار كي. طب سريعا ايه الفروقات بينهم كده بسرعه؟ مين يحتاج ده ومين يحتاج ده ومين يحتاج ده ومين يحتاج ده؟ طيب هقول لك الاول الفروقات بينهم سريعا واقول لك احنا يعني بنحط العيان على انهي جهاز ازاي. حلو ماشي. اول حاجه الليزك الكونفنشنال العادي ده احنا دي تقنيه معتمده ان احنا بنعمل قطع في القرنيه. القطع ده عن طريق مشرط كهربائي نقوم رافعين الفلاب اللي اتعملت دي وننزل الليزر بتاع التصحيح اللي هيعيد تشكيل سطح القرنيه. أوكي. ونرجع الفلاب دي تاني مكانها. تمام ماشي. دي الكونفنشنال ليزك او التقنيه دي العاديه العاديه اللي من زمان واحنا عارفينها. تمام اوكي. بعد كده بقى عندنا حاجه اسمها الفيمتو ليزك. الفيمتو ليزك ده ان احنا القطع اللي عملناه بالمشرط الكهربائي ده بنعمله بجهاز ليزر. بيبقى قطع بالليزر بدل يعني ما هو مش هيجي جنب العين خالص. الليزر هو اللي هيجي مور اور ليس يعني مثلا. تمام احنا بنستخدم جهاز تاني جهاز الفيمتو ان احنا نعمل القطع في القرنيه بدل ما كنا مستخدمين المشرط الكهربائي. اوكي تمام. الفيمتو سمايل انا ما بقطعش خالص ما بعملش القطع الاولاني. انا بشيل جزء من الاستروما او من شكل من الانسجه الداخليه في القرنيه على شكل معين على شكل عدسه معينه. اوكي وصححت بيها النظر. حلو. بي ار كي او الليزك السطحي ده ما فيش اي نوع بقى من الكلام ده خالص. انا مجرد ان انا بقشر الطبقه الخارجيه من القرنيه ومنزل الليزر بتاعها على طول. تمام. وده بالمناسبه يعني ان كان سمعته مش حلوه قوي علشان الالم الشديد اللي هو بيسببه بس ده من أأمن انواع الليزر. هو بيسبب الم بس بيسبب اكيد الالم يوم دي العملية. وقت معين وخلاص اول يوم بيكون يوم مؤلم شويتين ثلاثه شوي. بس هو من أأمن نوع فعليا علشان احنا ما قطعناش باي شكل في القرنيه سواء بقى بمشط سواء بليزر. ناحيه القرنيه ما لعبناش فيها. بالظبط احنا ده يعني اقل يعني اقل درجه لعب أقل في القرنيه. طب عشان اللي قاعد دلوقتي طبعا اما هنقول الصراحه بقى هيروح للدكتور مثلا يقول له اصل انا عايز اعمل فيمتو اصل انا عايزه. ما فيش حاجه اسمها كده. ما فيش حاجه اسمها كده نهائي. ايوه انا عايزاك قرار تتكلم اكتر. العمليه ده يعني 98% منه دكتور. اصل انا بلاقي يا دكتور اعلانات ممولة على الفيسبوك يا جماعه بكل صراحه وخصم ما اعرفش ايه على عمليه كذا بسعر اصلا السعر مش مكمل الاجهزه يعني واللي هو اصلا العمليه دي ممكن ما تنفعش معاك فالناس تروح تعمل العمليه ده هزار. بيكون في مشكله اكبر ان في حاجات بيعاد استخدامها. يعني وهو ده اللي بيعمل فرق التكلفه في العروض والحاجات دي. المشرط ده انا بفتح مشرط لكل عيان. المشرط ده ممكن حد يستخدمه ل10 عيانين اكيد والنتيجه مش بتبقى زيها زي اول مره. طبعا بيكون في مخاطره كبيره. طبعا. ده غير ان اصلا ممكن تبقى العمليه دي هو الخدمه الطبيه الجيده خدمه مكلفه. يعني للاسف يعني علشان لا بس احنا سامعين ان اسعارك مش اللي هي انت اسعارك عاديه. لا عاديه جدا. انا بتكلم بقى في الناس اللي هي بتقول ارقام كده على السوشيال ميديا بتضلل الناس والناس بتعمل عمليات مش ليها اصلا يعني ممكن هو ده طبعا مش كتير يعني الحقيقه ده مش كتير. ما تخليناش يعني لا انا يعني معلش خلينا نتكلم بقى وفضفض على اللي جواك يكون بس يعني ده مش كتير. طيب تمام بس يعني وارد طبعا بس ده مش كتير. طب هنرجع للي انا اجيلك مش انا اللي هختار. لا خالص. مين ينفع بقى معاه كل نوع عمليه يعني انا بيجي لي حد يقول لي انا عايز اعمل فيمتو ليزر اقول له انت مش محتاج فيمتو ليزر يعني احنا الليزك الكونفنشنال العادي ده هيكون كافي جدا بالنسبه لك يعني ده سوفيستيكيشن وحاجه في العمليه جهاز زياده و
يعني حاجه انت مش محتاجها مش محتاجها تمام وحد تاني اقول له انت لازم تعمل بي ار كي انت مالكش حل تاني يقول لي لا انا عايز اعمل فيمتو انا مش عارف ايه لا انت بي ار كي ده مش قرارك ده قراري في كشف في اشاعات وفي كل حاجه كل طبعا حاجة ده عشان هنيجي للنقطه دي انما ده قرار الدكتور 100% ومن فضلك يا اللي رايح تعمل تصحيح نظر اسمع من الدكتور يعني ما تحاولش ان انت تشارك في القرار الا لو الدكتور ادالك الاوبشن بين حاجتين انما في الاصل ده قرار الطبيب 100% طيب مش علشان مين عمل فيمتو فانا لازم اعمل فيمتو لا ما بتمشيش كده خالص احنا قلنا ده بيبقى بالتشخيص وحضرتك اللي بتقرر العمليه دي او الشخص ده يصلح معاه اي عمليه بالظبط طيب خلينا نتكلم عن نديهم نقطة أمل أكتر وعن فرق الوقت في العملية عن زمان فرق اللي أنا مثلا أنا هضطر أخد أجازة كبيرة من شغلي أنا عايزة أريحهم ما بيبقاش فيه تخدير كامل أكيد لا برضو يعني احنا يوم العمليه ده بيبقى يوم بقى. بسيط جدا فاني. جدا بالظبط احنا يعني يعني هي انت كمان يعني اوضه عمليات الليزك مش اوضه عمليات بالمفهوم بتاع اوضه العمليات لا بيبقى الجهاز يعني بتبقى اوضه عاديه خالص يعني ما فيش اي نوع من الاسترس اثناء العمليه العمليه بتكون بسيطه جدا جدا ما فيش الم نهائي أوكي. يعني احنا ما بناخدش بنج بناخد قطرات بنج موضعي قطرات معلش ده بقى قطرات بنج موضعي دي يعني اول حاجه هو عشان لو حد عنده اي مشاكل مرض او حاجه سكر ضغط جلطات الموضوع سهل وبسيط لا ما هو إيه يعني لو سكر وضغط وجلطات احتمال ان احنا نعمل ليزك ما بيبقاش احتمال كبير لا مش يعني قصدي يعني قصدي اللي هيصلح له اللي هيصلح ما بيبقاش هي كاجراء اجراء أنا بسيط انا فاهمه دي بس إجراء. في ناس بتبقى متخوفه ان هي تروح تكشف بس اكشف ممكن يبقى مش محتاج اصلا تصحيح بس روح شوف انت عندك ايه بالظبط طبعا اوكي الليزك كاجراء اجراء بسيط جدا العمليه بتاخد في المتوسط للعين من يعني من دقيقتين لسبع دقائق على حسب بس على حسب تعاون المريض معايا يعني انا بكون محتاج المريض يكون ثابت مركز بحط له نور معين قدامه يفضل بص عليه عايز اقول لحضرتك البي ار كي دي بتاخد دقيقه للعين البي ار كي دي بتاخد دقيقه احنا بنتكلم في دقيقه سبع دقائق خمس دقائق يعني يا جماعه الموضوع مش مستاهل ان انا حتى اسيب نظري او ممكن يبقى ساعات بيبقى ضعف النظر ده مؤشر لحاجه تاني عنده هي طبعًا السبب طبعًا وهو طبعا فاكرها ضعف نظر فسايب نفسه فالكشف هو اللي يعني هيريحنا الاساس في الموضوع طبعًا هيريحنا والدكتور يعني مش المفروض حد يسكت لو حاسس ان هو مش شايف كويس بالظبط دي مشكله كبيره جدا طيب احنا قلنا المده لكن فيما بعد العمليه انا عشان اخد اجازه الناس برضو بتسال الحاجات اللي هي البسيطه دي بس بتفرق معاهم بعد العمليه اللي احنا بنرجع فولي ريكفرد يعني احنا بنستعيد مثلا نقدر نقول 95% من نظرنا الجديد بعد العمليه في خلال 24 ساعه حلو يعني بعد 24 ساعه من العمليه مفيش اي مانع من ان انت تشتغل تنزل جيم تنزل تعمل لو في اي ارتباطات مش زي زمان بقى 15 يوم والحاجات اللي لا 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 لا, 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 لا مفيش بتاعي. الكلام ده خالص احنا بندي شويه تعليمات بسيطه ما تدعكش في عينيك استخدم علاجك بانتظام تعليمات بسيطة خالص لو التزمنا بيها من بعد 24 ساعة بنقدر نعمل كل حاجة يعني بيكون ممكن في لسه سنة زغلالة بسيطة ولكن لا تعيق أي نشاط يومي حياته الطبيعية طبيعي جدا جدا من بعد 24 ساعة وفي الغالب بيكون أقل من 24 ساعة كمان ده طبعا شطارة الدكتور شاطر هو عارف هو بيعمل إيه يا جماعة طيب خليني أسأل سؤال أكيد اللي قاعد برضو أنا بحب أسأل أسئلة اللي هي مش تقليدية شوية أوكي انا رحت عملت عمليه تصحيح ابصار بس مثلا زمان قبل ما تطلع التكنولوجي الجديده او الفتره دي وحد مش امين او حد ربنا يسامح شخصني غلط وعمل لي عمليه وانا مش شايف زي يعني زي النتيجه اللي قالها لي يعني مثلا قال لي انا هخليكي مثلا تشوفي كويس جدا فبرضه لا انا حاسه ان انا اقل من اللي انا اتفقت معاه يعني طبعًا. اوكي هل دول بامكانهم ان هم يرجعوا يعملوا عمليات تانية طبعا يعني في احتمال ان احنا نعمل تدخل تاني طبعا بتكون الشروط اكثر ثرامة او يعني بيكون شروط اصعب
من الدخلة الأولانية. بس طبعا بيكون وارد ان احنا ندخل تاني ونعمل تصحيح تاني لو الشروط متوفرة في المريض وفي القرنية وفي نسبة الضعف اللي حصلت. ولو ما نفعش ان احنا نتدخل تاني بالليزر، ممكن نتدخل عن طريق زرع العدسات او يعني اكتر من اوبشن بيكون موجود. بس لو الضعف ده زاد قوي، وهو على فكرة يعني مش شرط الضعف اللي حصل بعد الليزك بسنين طويلة يكون نتيجة خطأ من لا أنا بتكلم في نقطة، أنا لأن أنا في ناس بعتالي وفي ناس وقعت في الخطأ ده. لأن يعني أنا ساعات كده ببقى بركز مع المسجات اللي بتجيلي، فبلاقي ناس احنا عملت العملية وبعد ما خلصت وبقالي كام شهر المفروض ان انا مش ده اللي انا اتفقت، يعني انا المفروض ان انا ابقى احسن، وراحت للدكتور او هو كان بيشوف احسن وبقى يشوف وراحت للدكتور وقال لها اصل فاضل فعلا انت محتاجة نص تاني او فاللي هو ده وارد. طب انا كده هعمل ايه في حياتي؟ بيكون احتمال وبيكون في امكانيه ان احنا نتدخل تاني طبعا. بس طبعا زي ما بقولك ان هو لازم تكون كل الشروط متوفره تماما. ده برضو بيرجع للمسؤوليه للدكتور. 100% الامانه والكشف الصح 100% والتشخيص الصح. 100% السن بقى. السن ساعات بيعرق البناتيت وانطاطين وبيبقوا لابسين اللي هي اللينسز اليوميه دي اللي هي النظر او ايا كان بقى، ومش اليوميه، وطبعا ده بيجرح عينيهم وبيوصلوا في الاخر لقرحه في العين، وهي طبعا عشان بيبقى كان زمان شويه متهيألي من لغايه اول 25 او حاجه زي كده. بصي احنا بنعمل دلوقتي من اول سن 18 سنه بشرط ثبات النظر. يعني البنوته اللي جايه لي النهارده عندها 18 19 سنه، بشوف اخر مقاس نظاره هي عاملاه او هي لابساه والمقاس بتاعها النهارده، هل في اختلاف ولا مفيش اختلاف؟ لو مفيش اختلاف يبقى ده كده النظر بتاعها ثابت. لو الكشف ده بقاله سنه مثلا فدي نظرها ثابت، فنحنا نقدر نبروسيد دلوقتي للعمليه واحنا امان. لو لقيت ان في اختلاف ولو بسيط، اذا النظر ده لسه مش ثابت، هقول لها مع السلامه، اشوفك بعد 6 شهور بعد سنه، نعيد الكشف تاني ونشوف نظرك ثابت ولا لسه. حلو. انما من اول سن 18 احنا بنقدر نعمل. طب دي البدايه. النهاية. بلا نهايه. بشرط يعني انا توافر دلوقتي حاجه كبيره قاعده بتتفرج علينا، حاج كبير يعني حد كبير في السن وقاعد وموضوع النظر ده مضايقه جدا. بشرط توافر الشروط، يعني القرنيه سليمه، مفيش ميه بيضة في السن الكبير، عشان احنا لو عملنا عمليه ميه بيضة احنا ننصح النظر عن طريق زرع العدسه. احنا شلنا عدسه العين وزرعنا عدسه ثانيه، فده نوع من انواع تصحيح النظر. فانا مش هعمل له عمليتين ورا بعض، يعني واحد مثلا عنده 58 سنه 59 سنه وبدايه ميه بيضة بسيطه. حلو. لو عملت له ليزك النهارده هيجي لي بعد 3 4 سنين هيعمل ميه بيضة. فهيبقى في حل من الاثنين، يا اما سيبه بالنضاره لحد ما المايه دي يعني تبقى جاهزه ان هي تتعمل، تسمح ان انا اعمل لها عمليه، او ان انا اعمل العمليه دلوقتي بهدف تصحيح النظر، والاثنين صح طبعا 100%. تمام. انما مش هعمل له ليزك. تمام. مريض مثلا او حد 55 سنه او 60 سنه وعنده سكر ومش مظبوط، لا طبعا ده مش هنعمل له اي حاجه خالص. ده لازم سكره يبقى مظبوط كويس علشان ما ندخلش في مشاكل تانية. ما تهيتش عشان العمليه تجيب نتيجه، ما انا هو على فكره اي حاجه هو مش الهدف ان احنا نعمل العمليه، احنا الهدف ان احنا نفيد العيان. حلو صح. ايوه طيب. تمام. الفحوصات ايه دكتور؟ يعني مثلا جيت عند حضرتك دلوقتي، او انا عارفه ان حضرتك برضو في ناس بتجي لك من بره مصر، دول عربية كتير الحمد لله ربنا يبارك، فالفحوصات ايه يعني؟ طيب احنا اول حاجة احنا لما بنستقبل المريض احنا اول حاجة بنعمل له كشف النظر العادي، بنشوف المقاسات بتاعته تسمح اساسا ان احنا نحطه في انهي كاتيجري، ان كان تصحيح نظر بالليزر ان كان زرع عدسات. بعد كده بنبتدي نفحص سطح العين نفسه، انتظام القرنية منتظمة ولا لا. الفحوصات دي كلها بنعملها عندنا في المركز. تاني حاجة بنبتدي نفحص قاع العين، نشوف العصب بتاع عينيه، الشبكيه، اطراف الشبكيه، هل في اي مشاكل في الشبكيه تمنع ان احنا نعمل العمليه ولا الامور بخير. طبعا موضوع الشبكيه ده من المواضيع الخطيره جدا جدا جدا، هنتكلم فيه مع حضرتك في حلقه خاصه ان شاء الله. بس بالنسبه للي عايز يعمل تصحيح وخصوصا مع المقاسات الكبيره فوق الستة والسبعة والثمانية، احيان كتير جدا بيكون في ضعف في اطراف الشبكيه بيمنع ان احنا نعمل التصحيح من اساسه. عشان كده فحص اطراف الشبكيه وقطره التوسيع قبل عمليه
التصحيح يعني مهم جدا جدا جدا. ما نقدرش نعمل تصحيح نظر من غير ما نكون حطينا قطر التوسيع وفحصنا اطراف الشبكيه كويس جدا. اوكي. دي يعني احيانا يعني كلام حقيقي خليني اروح لنقطه معينه. طب هي الناس اللي عندها العين ضعيفه شويه بتبقى في مولوده براسه ان هو حساسه، انا ما ببقاش فاهمه كلمه حساسه ايه. الشبكيه بتبقى رفيعه متهيألي او في حاجه بتبقى قرنيه يعني انا هقول لك دكتور وفي يعني ده بيبقى يعني مثلا في انواع من تصحيح الابصار بتصلح معاه اللي هي الحاجات الخفيفه الليزر الخفيف. بصي لا، لو هو في ضعف في القرنيه او ضعف في الشبكيه ده احنا مش هنحطه في كاتيجوري الليزر. حلو. احنا هنتجه لزرع العدسه. لزرع ده أأمن بكتير. بس برضو حلو ليه بقى ليه حل غير طبعًا الاول. طبعا طبعا الاول ده يعني كان لازم يفضل بالنضاره التخينه بتاعته ماشي او بدون ما نقدر نساعده. دلوقتي لا، زرع العدسات الفكك اي او ال دي دي ممتازه وبتساعدنا في الحالات دي كتير جدا يعني. حلو قوي. نروح للمهم كمان وللناس يعني نفسها ان يطلع له حل، بس خلينا نستغل وجود حضرتك معانا ومن الدكاتره المهمه في مصر طبعا في الوطن العربي سي. الناس اللي عندها عشاء ليلي. طبعا انت وديتينا حته ثانيه خالص. معلش بس بسائل برضو. انت جبناك معانا يبقى لازم نستغلك. هل ليهم اي حاجه في زراعه العدسات يعني؟ هل بصي هو العشاء الليلي كتير جدا بيكون مصاحب ليه نوع من انواع الميه البيضاء. يعني في يعني المياه البيضاء دي لما بتزيد بتكون عامل من العوامل المؤثرة على النظر مع العشاء الليلي. أيوة نفسه. صح فعلا. تمام. فسعى يعني لو المياه البيضاء دي زادت قوي وبقت مؤثرة بشكل كبير ممكن ساعتها يعمل عملية المياه البيضاء وزرع العدسة وإلى حد ما النظر يتحسن. بس ده مش القاعدة. يعني ما علشان مش كل اللي عنده عشاء ليلي يروح دلوقتي للدكتور يقول له اعمل لي ميه بيضاء. بس في دماغهم ان هو لو انت لو هو عنده ميه بيضاء او عندها ميه بيضاء برضو في حاجه اسمها لما الدكتور ممكن يعني في التشخيص ده اهم حاجه لو يصلح ليك وعلى الاقل الميه البيضاء اكيد هتاثر اكتر في النظر. اكيد طبعا. فلو شلناها يبقى في زرع. بس المهم ان يكون الميه البيضاء دي مؤثره علشان في كتير منهم بيبقى عندهم نسبه بسيطه خالص دي ما بنعملهاش. دي بنسيبها دي مش هي مشكلته مش هي اللي مأثره على نظره. هو عنده مشكله كبيره في الشبكيه اسمها العشاء الليلي هي اللي عامله له المشكله اساسا. مش شويه ميه بيضاء بسيطه ابتدوا يتكونوا هم دول اللي لو عملت له العمليه هيفيدوا. انا شايفه ان الفقره دي تتلخص في امانه الطبيب وفي الطبيب اللي انت تروح له يعني يكون هو حد فاهم قوي هو بيعمل ايه مش يلا تعالى تعمل عمليه وخلاص. وكانت احسن حاجه بصراحه في الفقره غير وجود طبعا الدكتور بشوي معايا ان اول كلمه قالها ان انا ممكن يجوا لي 10 عايزين يعملوا عمليه تصحيح ابصار بس انا ممكن اعمل الاثنين بس. طبعا كلنا فاهمين الامانه واصله لفين. انا بشكرك ونورتنا ودايما تكون منورنا في 7 دكتورز. دكتور بيشوي غبريال اخصائي جراحات الشبكيه والجسم الزجاجي اخصائي جراحات المياه البيضاء وتصحيح النظر بالليزر. اشوفكم على خير ان شاء الله.